مرحبا. طيب. سبعانين هاي؟ أنا قتيبة من محافظة اللاذقية. عايش بمحافظة دمشق. طبعا أستاذ سلامة كالي يتكلم عن الوضع السياسي وما في حدا بعده بيتكلم بيشرح. ميلاد تكلم عن تجربة شخصية بمخيم دمشق اللي هو كيلو ونص متر مكعب. أعلى من هيك؟ خلاص. أنا راح أتكلم شوي عن وضع الناشطين السوريين وكيف تحركوا بداية الثورة وكيف تحولت مساراته. يعني بداية الثورة مثل ما قال أستاذ سلامة كالي ما كان في أي أحزاب، ما كان في أي دعم، فالإنسان اشتغل بشكل فردي. يعني كنا نحن مجموعة شباب نتحرك بأموال شخصية أو تبرعات من أشخاص لدعم أي تحرك شعبي بشكل فردي خالص، ما في أي دعم من أي مؤسسة، أي تنظيم، أي حزب، بسبب ضعف عمل الأحزاب عنا في سوريا. فكان يتعلق الموضوع بجمع بعض الأموال، كتابة لافتات أو تصوير كاميرات وحاجات من هاي الأشياء. فكان في ظهرات بديت بشكل زاخم أول 6-7 شهور مثل ما تكلم ميلاد، وكنا عمل سلمي بشكل مطلق. حتى وزير نائب رئيس الجمهورية تكلم وقال بصحيفة الحياة إنه أول 7 شهور كنا نحن ندور على أي شخص مسلح، أي حدا يكون معه سلاح لنرمي ثقل النظام عليه، بس ما لقوا. وصفوا الثورة بالإرهاب، وصفوا الثورة بالخيانة، وصفوا الثورة بصهيونية. علما كان عندهم نائب ابن خالد رئيس الجمهورية وأكبر مستثمر عنا بالبلد يتكلم وقال إنه أمن إسرائيل من أمن سوريا، وهذا كان على قنوات الإعلام. بعد هيك كانت ردة فعل النظام قاتلة للمظاهرات. يعني أنتوا تشوفوا سلاح بكامل العتاد، جيش نازل بيضرب بالشباب 18-19 سنة. فكانوا الناشطين أول شيء مثل ما خبرتكم، يعني بس إن مبالغ ضئيلة ليلموا حق لافتات، حق كاميرا، حق لابتوب أو حق أي جهاز بث يبث بشكل مباشر بسبب غياب قنوات الإعلام، لأن النظام كان مانع دخول أي قناة إعلام على سوريا. بعد هيك النظام عرف إنه هدول الشباب من الناشطين من كافة طوائف المجتمع، يعني من كافة الأطياف الدينية، كافة الأطياف الحزبية، هم انطلقوا من المجتمع، ما انطلقوا من أي أيديولوجيا أو أي شيء تاني. كان القتل كتير كبير، كان دم كتير كبير، الشهداء ما بينعدوا. وهون بلش في تحول كتير كبير بعمل الناشطين، من نشطاء لدعم ثورة لدعم حراك من أجل التحرر، لنشطاء من أجل إدخال بعض المواد الغذائية على أماكن محاصرة. يعني أنت كان دورك كناشط تطلع توعي المجتمع، تطلع تقود مظاهرة أو أي شيء من هذا القبيل، تحول عملك لأنك تحمل شنطة فيها دواء أو شنطة فيها غذاء وتركض تدخل بأماكن ضيقة بعيد عن عين النظام لتدخل مثل ما قال ميلاد إزازة حليب أو تدخل حفايض أو تدخل دواء. يعني كان بأول ثورة 5 محاصرة، كان تهمة من يحمل كيس دم فارغ ليوصلوا لحمص الإعدام، فورا إعدام ميداني. أنت بأرضك، أنت أي لجنة أي حاجز تفتيش بيمسك معك كيس دم تعدم. فكنا نحن كمواطن عادي يحمل كيس عيش، عندنا العيش كبير، فإحنا نحط رغيف عيش كيس دم، رغيف عيش كيس دم ونخبيهم. طبعا مثل ما قال السيد سلامة إنه كان في توجه كبير لإسلامة الثورة وإظهارها للشعب العربي كامل، للشعب العربي إنه هي إسلامية وضد طوائف وضد أقليات. فكان عمل ثوار
انظلم كثير، وكان في منهم كثير اقليات قائده للثوره، شباب كانوا هن يعني بسبب معامله نظام للشعب بشكل طائفي، والعمل من اول لحظه بالثوره على اظهار على انها طائفيه، كان دائما يحاول يريح الاقليات، يعني يظهر لهم انه انتم ابعاد عن الثوره، وهذا يريح الشباب المشارك بالثوره من الاقليات بالعمل بالتحرك بشكل مريح. يعني انت من الاقليات فينك تتحرك على الحواجز، انت من الاقليات فينك تروح وتطلع بالليل وما حدا بيحكي معك. فكان هن كان دورهم كثير داعم وقوي للمناطق المحاصره بادخال مساعدات، بايصال اخبارهم. يعني الاخبار عندها مثل ما قلت لكم ما في اعلام، احنا اي شخص من الاقليات او من الاماكن الامنه يدخل عنا نعطيه تقرير يومي باللي حاصل، ويروح هو ينشر على النت على صفحات الثوره السوريه مثل ما شفتوا. بس نظام مثل ما قلت لكم اكتشف هالشيء، وفي دليل الشهداء، شهداء كثير من الاقليات، شباب ناشط واعي بالسجون، فيما يقارب 7000 ناشط غير مسلم سني صراحه، ناشط وليس اي شخص اخذ اعتباطيا هيك. وهي كانت عمل طريقه عمل النظام لمحاربه الثوره، وما بعرف الظاهر انه نجح نوعا ما بايصال فكره اسلمت الثوره. وان شاء الله يكون استاذ سلامي كله يعني تكلم وشرح بشكل واسع كيف مشيت الامور. يعني نحن ما كشباب ما بعرف ما فيني اتكلم اكثر من هيك. هذا هو العمل اللي كنا نعمل فيه بالشام، كنا شباب متجه نحو ثوره، بعد هيك اضطرونا نشتغل لاغاثه شعب يدمر، شعب يموت. انا مهمتي كانت اطلع مظاهره، صارت مهمتي اني انشر على النت، اقعد بالبيت اكتب على النت شو عم يصير. مهمتي كانت اطلع ثوره، صارت مهمتي عالج عالم، اضرب ابر لجريح انا ما بعرف علموني، وما بعرف يعني هذا اكثر ما فينا نحكي نحن كشباب ناشط سوري. اذا بتحبوا يعني فينا نخبركم اكثر عن الوضع الحاصل الان في سوريا، وضع الاغاثه تحديدا. يعني حاليا المساله السلميه شوي خفت بوجود السلاح والتسلح، وانحصار النظام لهي الاماكن. يعني فينك تقولي في حاليا في قوائم 75,000 اسره في سوريا، في دمشق تحديدا، في دمشق هي هجرات صغيره داخليه تسمى، من بعض المحافظات الى الاماكن الامنه. في دمشق تحديدا 75,000 اسره بحاجه الان الى طعام ودواء وشراب ومسكن، موجودين في حدائق وشوارع وجوامع، وكل يوم بيدخل الامن بيوسخ عليهم، بيعتقلهم، بيقتل منهم بصيغه انهم من اماكن داعمه للثوره، او هم كانوا باماكن خرجت منها مظاهرات. حتى انت يعني على بطاقتك، بطاقه شخصيه، الامن البطاقات الشخصيه، انت اسم المحافظه بحد ذاته هو تهمه. يعني انت باول ثوره كنت ابن درعا، فانت تعتقل بس لانك من درعا، دخلت بعض محافظات اخرى فتعتقل بس لانك من ابن هاي المحافظه. حاليا في ما يقارب 2 مليون لاجئ سوري خارج سوريا حسب احصائيه امبارح حكتها الامم المتحده تقريبيه، بسبب المعادله السياسيه اللي داخل فيها العالم حول سوريا من روسيا وامريكا. في قرارات كثير مانعه دعم اي لاجئ سوري في كثير من الدول. يعني لبنان العمل مع اللاجئ السوري عن طريق افراد وليس منظمات، منظمات تعمل بشكل خجول جدا. حتى في مصر هون يعني الحكومه بتقول انه مساواه اللاجئ السوري بالانسان المصري هو كلام بس كان موجود على الاعلام، وبالقانون او بالقرارات ما كان في شيء اي شيء مؤكد واضح، وبالعكس كان في بعض الاعاقات، وفي بعض الاماكن صار فيها تهجم ناحيه او باخرى، في مدرسه في منطقه اسمها طيبه
دخلوا علي بعض البلطجية، أخرجوا الطلاب الفلسطينيين والطلاب السوريين قادمين من سوريا قدام الأساتذة قدام المدير قدام المدرسة كلها، ضربوهم وأهانوهم وخرجوا. هي كانت الحادثة من 3 أيام. بالأردن شايفين وضع المعسكر، ما فينا نسميه مخيم، هو معسكر، معسكر اعتقال مو مخيم. تركيا العالم عم تموت، يعني في بعض الشهادات من لبنان بتقول في ناس ماتت من البرد جوا بيت ما في شبابيك مهجور. في امرأة أنا عينت الموضوع عاد بإيدي، ولدت في الشارع، ولدت على رصيف، تركت الطفل عمره 4 شهور معه مرض الجرح، ما في أي منظمات ما في أي مؤسسات، وكل هذا مثل ما تكون عن طريق معادلة سياسية حطنا فيها النظام ومشارك فيها كثير من الدول، إن مثل ما أستاذ سلامة السعودية، أمريكا، روسيا، إيران، وكثير من الدول العربية. ما بعرف هذا أكثر شيء فيني أحكي أنا، وشكرا. حاب أقول لكم إن النظام هلا وصل بسوريا لدرجة إذا واحد بينجرح إذا واحد بيتصاب برصاصة بإجره أو بإيده بنقطع إيده أو إجره لأنه ما في دواء، لأنه ما في دكاترة، لدرجة إنه طبيب إذا بمشي على حاجز فبيعتقلوه إذا كان رايح على مكان من الأماكن، من الأماكن مثلا اللي مسيطرة عليها الجيش الحر أو الأماكن اللي عم تعرض لقصف واللي بحاجة لإغاثة، يلي الأمراض اللي انتشرت للأطفال يلي ما عم يخلونا نوصل فيها دواء ولا عم يخلونا نوصل فيها حليب ولا عم يخلونا نوصل فيها أي شيء. فالنظام مارس علينا حصار كهرباء ومي كهرباء وانترنت ومازوت وكل شيء، كل شيء يعني من بس متطلبات الحياه، مش اي شيء زياده، كل هذا موضوع عندنا. فالنظام وصلنا لهي المرحله وما عاد في عندنا حل الا انه اللي هو التصعيد العسكري، وهلا احنا مع التصعيد العسكري 100%. احنا بالاول كنا ضد عسكر الثوره بس هلا احنا مع العسكر 100%، وما في حل الا انه يمشي، الا انه يمشي بشار الاسد وتطلع روسيا وتطلع ايران، يطلع حزب الله من سوريا، لانه القناصين ايرانيين اللي موجود بسوريا بتوقف على الحاجز، ممكن يوقفك واحد من حزب الله ويحكي معك بلهجه لبنانيه ويعتقلك. بحمص موجودين على الحواجز، بالشام موجودين قناصات ايرانيين، الواحد القناص الايراني اللي عم بيعملوا دورات، هذا الحكي من الجيش السوري، من قلب الجيش السوري جوا، بضل واقف 3 ساعات وهو عامل البروده هيك، 3 ساعات وهو عامل البروده هيك، الدبانه البسه اذا بتتحرك بيخلصوا، والله البسس بالمخيم ماتت عنا وهي قاعده عم تقطع الشارع. البسس كانت تموت، مش البني ادم، البسس كانت تموت عنا بالمخيم. بس هذا بدي حابين نقولها انه احنا كاشتراكيين سوريين بندعم ونؤيد الثوره السوريه، بنشوف انه اي نظام واي تيار سياسي بيدعم او يؤيد بشار الاسد هو بيشارك في جريمه قتل الشعب السوري، بيشارك في جريمه قتل الثوره السوريه وقتل الثورات العربيه.